لقين دور وجهود الاتحاد الوطني الكردستاني وقوات البيشمركة في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال استقبال شيركو ميرويس مسؤول مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكردستاني لعدد من شيوخ ووجهاء العشائر العربية في خانقين، الذين أكدوا على الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد الوطني الكردستاني في تكريس الأمن في المنطقة، مشيدين بدور قوات البيشمركة والأسايش وقوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، إضافة إلى شرطة جرميان في دحر تنظيمات داعش الإرهابية في المنطقة. وأكد رؤساء وشيوخ العشائر العربية أن هذه القوات عملت بكفاءة ووطنية عالية، وعملت على حفظ الأمن لجميع المكونات دون تمييز. من جانبه أكد مسؤول مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكردستاني على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مكونات هذه المنطقة وضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمنطقة، مشددا على ضرورة التعاون بين كافة المكونات مع قوات البيشمركة في دحر المجاميع الإرهابية وعدم فسح المجال أمامها. كما وأشار شيوخ العشائر العربية إلى أن قوات البيشمركة هي قوات وطنية تعمل على توفير الأمن والاستقرار لكافة المكونات دون تمييز. من جانب